تصعيد كبير في محيط مدينة مارب، فخلال الساعة الماضية اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في عدة محاور من جنوب وغرب مدينة مارب، في تطور فهم بالنسبة للعديد من المراقبين بأنه يأتي في سياق الضغط الذي تتعرض له السلطة الشرعية للقبول بتشكيل حكومة الكفاءات دونما الحاجة لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض والقبول بصيغة الإعلان المشترك الذي تسعى الأمم المتحدة لفرضه على أطراف الحرب في شمال اليمن. مصادر عسكرية أفادت بأن الميليشيا دفعت بتعزيزات إضافية إلى الجبهات مستهدفة خطوط التماس في مديرية رحبة ومحاولة التقدم نحو منطقة جبل مراد بغرض السيطرة على مفترق الطرق الرابطة بين مديريات جنوب وشرق مارب مع عاصمة المحافظة. المصادر ذاتها أفادت بوجود تعزيزات وهجوم آخر في غرب مارب على حدود مديرية نهمة التابعة لمحافظة صنعاء مستهدفا معسكر ماس ومواقع الجيش الوطني في منطقة نجد العتاق، غير أن قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات سعودية تصدت لهذا الهجوم. قوات الجيش الوطني استهدفت بهجمات مفاجئة مواقع الميليشيا الحوثية في جبهات صلب ونجد العتاق بمديرية نهم وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما نفذت المقاتلات السعودية غارات جوية مكثفة استهدفت بها مواقع متفرقة للميليشيا في هذه الجبهات. وعكست حصيلة الجولة الجديدة من المواجهات حجم الخسائر التي منيت بها ميليشيا الحوثي، حيث جرى تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها تدميراً كاملاً، إلى جانب مصرع وجرح من كان على متن تلك الآليات، كما جرى إسقاط 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا على مواقع للجيش الوطني في محيط مدينة مارب. لم تهدأ المواجهات في محيط مارب وخصوصاً في الجبهات الواقعة إلى الشمال الغربي للمدينة، حيث استمر النزيف الكبير للميليشيا في هذه الجبهة طيلة الأيام الماضية نتيجة تصدي الجيش الوطني لسلسلة الهجمات التي وصفت بالانتحارية وأودت بالمئات من عناصر الميليشيا. تحيل المعارك مارب إلى المنحى العبثي للحرب التي يتحكم التحالف بقيادة السعودية بكل تفاصيلها، حيث يتحرر انقلابي الشمال من الضغط المؤدي إلى الهزيمة، فيما يتزايد الضغط على المعقل الرئيس للسلطة الشرعية في مارب في وقت تفقد فيه هذه السلطة نفوذها في المناطق التي توصف بأنها محررة من جنوب البلاد بحساب ميليشيات انفصالية مسلحة مدعومة بسخاء من هذا التحالف.